طبعا كل فصل هناك اختراع جديد لاستراتيجية تعلم نشاط جديدة. طبعا كان درس اليوم يحتوي على كثير من الاستراتيجيات تعلم النشط الغريبة والجديدة والتي لم تستخدم مسبقا. معنى هذه المبادرة أن دمجت الفنون الجميلة مع العلوم. طبعا الفنون الجميلة هي رسم ودراما وغناء، مش بس رسم. تغيير البيئة الصفية المملة للطلاب ووضعتهم في خارج الفصل. أيضا في هذا الدرس أنا استخدمت العديد من الاستراتيجيات على النشاط. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.